مش بس كلام. مستمعين، بما ان امس كيف بدو الامتحانات، امتحانات الشهادة الاعدادية وامتحانات الشهادة الثانوية للدور الثاني، نتمنى ان كل الطلبة اللي عندهم امتحانات ان ياخذوا العبرة من الدور الاول، ولان هذه الفرصة الاخيرة في ان هو ممكن ينجح وممكن لا، ولكن احنا نتمنى لهم النجاح. لو انك انت درست حتنجح، فمن زرع حصد ومن اجتهد نجح باذن الله تعالى. نتمنى من اولياء الامور ان يهتموا بابنائهم، يهتموا بدراستهم، يهتموا بان يبتعدوهم عن الغش.